Llega el momento más importante, los penalties. Muchísimas gracias, señor Nayib Bora. فعلا نفس ما تكلم الكابتن القدير المعروف الذي لا يحتاج أن يعرف ذكر، وأنا سألته شنو شعورك في هذه البطولة وهذه المباراة الخيرية. فعلا مباراة لها معاني كثير مع لعيبة ومدربين كبار. أكيد ننتقل عند من يا جماعة؟ عند من؟ عند خليل وخالد، الكلمة عندكم، تفضلوا. طيب نعود إلى ركلات الترجيح. إبراهيمي، والركلة الترجيحية الأولى ياسين إبراهيمي يسجل ويضع منتخب أو فريق فلسطين في المقدمة الآن. أول كانوا الحين شوف علي حارس إيه يبي يسجل اليوم، تسديدة الأولى لفريق قطر عن طريق أحمد كانو أمام بعد بيصدها اليوم. علي الحبسي، هل يأتي بالتعادل لفريق قطر؟ راح نشوف العملية. الكرة الأولى، التسديدة الأولى، أحمد كانو حبسي يتصدى علي، قلتك ما راح يخليه اليوم. الحبسي للكرة الأولى عن طريق كانو. كانوا شوف الكرة تنعاد هذه. أنا لو من الفار لأنه طلع الحمد لله ما في فار بخطوتين يستغل الحراس عدم وجود الفار. عدم وجود الفار، لا في فار، ترى في فار، ممكن يرجعون، في فار ممكن يرجعون. لكن الكرة الأولى تصدي من علي الحبسي لأحمد كانو، وواحد لشيء. ركلة ترجيحية ثانية لفريق فلسطين، حصام تينيريو آخر ظهور بكأس العالم تصدى. هذا كارلوس تينيريو هو اللي راح يسدد الركلة الترجيحية الثانية. تينيريو، الله يا عصام، خبرة، الله يا عصام، يتصدى للركلة الترجيحية لكارلوس تينيريو لاعب السد السابق ومنتخب الإكوادور، وبالتالي أول ركلة ترجيحية ضايعة. فرصة الآن لإدراك التعادل بالنسبة لقطر. إذن مو من فراغ السد العالي والتصدي الجميل. أشرف بن شرقي ثاني تسديدة لفريق تدعي حبية ودية، لكن القضية راح نشوف الآن هل يسجل المغربي أشرف بن شرقي لمصلحة فريق قطر أمام الحبسة. يالله الله الله، عملها يدوب قال شوي يدوب، يعني كاد علي الحبساني يتصدى. انت اليوم امام اثنين من عمالقة حراسة المرمى في العالم، صح، وليس في الوطن العربي. اذا واحد واحد، وكل فريق اضاع كرة. بعد ركلتين التعادل واحد واحد. هذا هواش على اخر ركله. انا متاكد هذول، لا تينيريو خلص، بس هذول يتهاوشون. سعدون يا ابو سعدون صاحب الانتصار، محمد سعدون راح ينفذ الركله الترجيحيه الثالثه لمصلحه فريق فلسطين. والحضري في المرمى، تحدي خاص دائما وابدا، يعني محمد سعدون وعصام. يا سلام، محمد يسجل الركلة الترجيحية الثالثة، يا سلام، لفريق فلسطين بشباك عصام الحضري. ويقبل رأس عصام ويعطي توجيهاته لعلي الحبسي بالتصدي للركلة القادمة. أنا سعيد الآن، راح أعلق على هذا المشهد، لأنه كنت أتمنى في يوم من الأيام أني أعلق على هذا اللاعب. هذه فرحة محمد سعدون بكل تأكيد وتجل، لكن عادل خميس الأسطورة، الأسطورة الغزال الأسمر، الأسطورة الآن على مستوى التسديد من أمام علي الحبسي. عادل خميس، أبو خميس، الله 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 الله، سجل عادل، حطها عادل، وضعها عادل في المرمى. هنا يسجل بهكذا كيفية، دائما اقول تعلموا يا جماعه. لو مين حارس، لو مين ما يجيبه، لو مين جاي ها، والجسم مو ذاك الزود، لكن ما شاء الله الخبره، يسجل بالخبره موجوده في الزاويه بطريقه سليمه. تعادل، سبحان الميزه، الميزه تستمر مع اللاعب، يعني ميزه التسديد من الاشياء اللي كان يتميز فيها عادل. الركله الرابعه لمنتخب فريق فلسطين، ديانيه يسجل ايضا بطريقه جميله، ويواصل الان التقدم
وضغط ضغط 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 على مشعل ضغط على مشعل ضغط على مشعل الحين شكله بوديهم اليوم بوديهم سيلين اليوم الله عليك الله عليك أمارة ديانيه هنا يقبل على الفلسطيني الفلسطيني ويحيي الجماهير اللي موجودة في المدرج مشعل تحت الضغط 3-2 لفريق فلسطين ولا الكرنيش ويودي مع يونس علي مدرب اليوم اذا مشعل عبد الله علي الحبسي الابتسامه بين الاثنين النظرات الموجود شفت قلت لك شب يلعبها محمود قلت لك راح يلعبها شب من اين لك هذا يا ابو محمود يسجل وبالطريقه الجميله مشعل عبد الله يضع الكره والله قلب شوف نظراته نظراته تخوف اعطاء ايحاء اي نعم وهذه ممكن نسال فيها في هيت يعني ايوه ايوه اللاعب مثل ما مثل ما الحارس شوف عيونكم في لحظه تسديد ركلات الترجيح اكيد احنا نشوف اذا انت لاعب ومتمكن في ضربات الجزاء لازم تشوف الحارس قبل ما توصل الكره في لعيبه لا يجي مسرع يشوت الكره بس في بعد تعرف ان الحارس مستعجل بيروح الكره البهداري يسجل او يسدد الركله الترجيحيه الخامسه لمنتخب فلسطين ويسجل ايضا البهداري ود الحضري في زاويه وراح هو في الزاويه الركله الترجيحيه الخامسه يعقوب لو ضاعت ضيعها يعقوب تخيل هذا يونس نزله عشان ركلات الترجيح هو نزله عشان ضربه الجزاء هذه بس ايه نزله عشان ركلات الترجيح اذا مشاهدينا نتمنى ان شاء الله توصل الكره ضاعت اي والله امل يونس على الضربه هذه الجسم الوقفه علي الحبسي فلسطين تفوز ولا يا ترى مبروك ورايح يعقوب ورايح كل فريق فلسطين هذا الانتصار بكره لم تدخل شباك علي الحبسي وضاعت من يعقوب بشهري اذا فريق فلسطين ينتصر بركلات الترجيح على فريق قطر وهنا لدينا هذه الفرحة الكبيرة الموجودة على مستوى عصام الحضري إذن يهدي فريق فلسطين وكل اللاعبين يهدون فريق فلسطين بكل تأكيد هذا الانتصار هذا الفوز وكأس فلسطين لفريق فلسطين مبادرة فلسطين من أجل فلسطين كل من يتواجد هنا أتى من أجل فلسطين فمبروك لفلسطين ومبروك طبعا لي عبد اللطيف البهداري قائد وكابتن منتخب فلسطين إذن بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بهدفين لكل منهما تتجه المباراة لركلات الترجيح وشاهدنا يعقوب الشهري في الكرة الأخيرة هو حطها لكن حطها لك يا خليل معاي ناصر الشمراني الله يعطيك العافية كابتن ناصر مع عيالك أنت بطل والله العظيم والكل من حضر مع عيالهم مع أخوانهم مع أهاليهم وبصراحة أثريتوا هذه البطولة جمال وأكثر من الجمال. والله شوف أول شيء إحنا نحب نشكر الطلاب اللي ما قصروا بالاحتفالية هذه يستاهلون أخواننا فلسطين وبادر لجل فلسطين ما قصروا كلهم حتى الحاضرين اليوم الجمهور اللي حضر يعطيهم العافية نشكر كل اللجنة المنظمة صراحة فعالية أكثر من رائعة نقول يعطيهم العافية وتستاهل فلسطين الله يعطيك العافية كابتن قبل الكورة كلمة سريعة لا بس كلمة سريعة شعورك وانت تحكم في بطولة أو مباراة خيرية بس ما بي منك شيء بقول لك شعوري الله يسلمك أهم شيء إن احنا نكون في المباريات هذه الخيرية نشوف التجمع ونشوف الفريقين ومنها ان نوصل رساله للعالم ان احنا كلنا مع فلسطين فان شاء الله ان الرساله تكون واصله وان الكل يشوف هذا الشيء وكلنا طبعا مستمتعين في هالمباراه والاجواء الحلوه فعلا شكرا لك يعطيك العافيه الله يعني. يمديك تاخذ الكره الحين الله يسلمك شكرا لك اذا عوده الى زميلنا الرائع خليل وخالد الكلمه عندكم زملائي في الاستوديو تفضلوا شكرا عبد الرحمن كنت بتقول شغله ابو بشاري ابي اقول ايه اللي صار اليوم واعتقد ان متابع على نطاق واسع جدا حقيقه سواء داخل المنطقه او خارج منطقه او الوطن العربي رساله للمنتخب الفلسطيني اللي راح يكون موجود في كاس اسيا نعرف نعم. الظروف اللي تمروا فيها ونعرف الاشكاليات اللي راح تصادفكم والتحضير اللي راح يكون لهذه البطوله لكن
وندري والله ندري انكم جايين الى البطوله وكل همكم انكم تفرحوا شعبكم. شفتوا اللي صار في مباراه خيريه وديه حبيه، وشفتوا فرحه الناس في المدرج، شفتوا فرحه الناس في المدرج، ما بالك لو تحقق هذا الانتصار بكره في بطوله كاس اسيا يمكن في نفس هذا الملعب مع المنتخب الفلسطيني في بطولة رسمية. الفرحة بكل تأكيد راح تكون أكبر، والسعادة راح تنتشر بشكل أكبر وأكبر. الحضور أيضا راح يكون كبير أعتقد جداً. أكيد، لأن المنتخب الفلسطيني وين ما يلعب في أي دولة تعتبر هذه دولته وهذا جمهوره. صارت في الكويت قبل فترة، شفنا الجمهور والحضور الجماهيري، أعتقد هنا في الدوحة الكل راح يحضر لفلسطين وراح يشجع فلسطين، وكأن فلسطين يلعبون بين أرضهم وجمهورهم، فهذا واجب على الجميع الوقوف خلف منتخب فلسطين. أعتقد منتخب منا وفينا في بلاده، فنتمنى لهم التوفيق في بطولة كأس آسيا إن شاء الله. كل التوفيق إن شاء الله. ذهبت مباراة بركلات الترجيح، فريقين قدموا أداء. أنا بأشكر أيضا كل اللاعبين اللي قبلوا الدعوة وحضروا، لأنه يعني سمعنا كانوا موجود معنا. إذا نروح لي اللي لا سجل في المباراة ولا سجل في ركلات الترجيح، نعرف السر بينه وبين علي الحبسي ابن اسماعيل. عندك الكلمة. نجم المنتخب العماني السابق، نجم لاعبنا، النجم أسطورة الكرة العربية وأكثر لاعبين مشاركة، عميد اللاعبين العرب أحمد، مساك الله بالخير، الله يحفظه. شو اسمه؟ ثاني. ها ثاني. خالد الحدي يقول إنه أبوك ما جاب جول لا في المباراة ولا في البلنتيات. شو رأيك؟ فلسطين. قول عشان فلسطين. عشان فلسطين. دبلوماسي يبا، ما تغلبونا يبا. شلون عميد اللاعبين هاي أحمد بادرة طيبة، ودائما سلطنة عمان ونجوم عمان ونجوم العرب سباقين في فعل الخير. الله الحمد لله رب العالمين. مثل ما شفت أجواء بادرة جميلة من إخوان اللاعبين، من المسؤولين، من دولة قطر لإخواننا وأهلنا في فلسطين، يستاهلون هالدعم وأكثر. بصراحة أجواء يعني إحنا كلاعبين انصدمنا صراحة، أجواء نفس كأس العالم. مبادرة جميلة من الإعلاميين، من اللاعبين، من كل محبين كرة القدم. ومثل ما قلت يعني إخواننا في غزة يستاهلون الدعم هذا، يستاهلون أكثر وأكثر، فمستمتعين. وأجواء كان ودنا إن ما تخلص المباراة. في نجم على الطريق، شي يشجع الورق؟ هذا رياني. اوه مع الرهيب، ما اقدر اقول شي يشجع مدريد برشلونه. مدريد اكيد. سلام حبيبي. عشان شي انا احبك. المهم يا جماعه الخير، انا الحين بنروح الاجواء الجميله اللي احنا عايشينها في ارض الملعب. مثل ما تشوفون تجمع شبابي طلابي رائع جدا في حب فلسطين. الحين ثواني ويبدا التتويج الجميل، والف مبروك لمنتخب فلسطين هذا الانتصار الرائع والراقي. ونروح حق عبد الرحمن وعنده ضيوف اكيد. شكرا لك يا سمعة الحضري، شكرا لتواجدك وإثرائك لهذه البطولة الجميلة، مع أنك خسرت بالهذه، ولكن أنت 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 فايز بعيوننا. لا لا لا، إحنا سعداء، ومش عايز أقول لك الفرحة اللي إحنا فيها بالحج الجماهيري، ودي مبادرة إن إحنا لازم نكون أول ناس موجودين فيها. بشكر طبعا دولة قطر اللي هي يعتبر بيتنا الثاني في كل شيء، بشكر كل الجماهير، بشكر كل المسؤولين. طبعا صراحة مش عايز أقول لك مبادرة جميلة لأجل فلسطين. احنا سعداء النهارده، واحنا انت يمكن شايف الاحتفاليه ازاي، وكلنا يعني صراحه ما فيش حد من الناس قصر. وبشكركم تاني مره تانيه، يعني اكون موجود معاكم مره تانيه ان شاء الله. شكرا. انت جزء لا يتجزا من اي منظومه رياضيه في الله يخليك.